Çok kötü. مرحبا. اليوم احنا ماشيين في احد ضواحي مدينة ملبورن. طبعا زي ما انتم شايفين الخضار والجمال والطبيعة وهذا كله بفصل الشتاء وليس فصل الصيف يا جماعة، فما بالكم بالصيف. شوفوا الحلاوة، شوفوا هالمنظر، شوفوا 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 شوفوا. طبعا هاي بسموها كنتري رود. الابقار عندنا هون، هذا احسن، سوري معلش، هذا البيت، هذا the dream house everybody. وهينا احنا لسه ماشيين في هذه، طلعوا البيوت ما اجملها. هون اذا بدنا نقارن الطبيعة في دولنا العربية هون صعب، لانه البلد هاي ما شاء الله فيها امطار كثيرة و تعرفوا المطر الماء بيحيي اي شيء في الطبيعه. دولنا العربيه للاسف جافه في الصيف وامطارها قليله في الشتاء، فهذا اللي بيختلف. بالنسبه لكندا لا، طبعا عندنا برضه في امطار كثيره، فبتجدوا هذا الطبيعه موجوده بالصيف. بالشتاء طبعا كل شيء ابيض في كندا، فما بتقدر تقارنها. اليوم درجة الحرارة 14، يعني في شوية هواء وهذا اللي بزيد من البرودة شوي. طلعوا هذا البيت محلاه، البيوت بيت رائع، بيوت جميلة. طبعا اليوم معنا الجايد صادق الشريف، مش عارف وين مودينا بس مودينا أماكن حلوة. من الشغلات الحلوة هون في أستراليا، في بلادنا لما تشوف في الكوشن ساينز هذا تبع الإحذر، يكون جمل خروف، هون بتلاقي كنغر، بتلاقي حاطين على الساين إنه في كناغر ممكن تعبر الطريق أو تمشي عن طريق الطريق. شوفوا هذه، سوري ضربت، هاي حظيرة أبقار، أبقار من هذه الأبقار تبعت اللحم. طبعا منظر الطبيعة وجبالها، والقارة الأسترالية معروفة بتعدد المناخات فيها، ففي الجنوب تختلف عن الشمال. الشمال طبعا معظمها صحراء أو فيها صحراء كبيرة، لكن تعدد المناخات هذا بيجعل سهولة الحياة فيها وجمال الحياة فيها، لأنك ممكن تطلع هون 3-4 ساعات أو 5 ساعات تقريبا من ملبورن توصل لجبل الثلج اللي هو بلو ماونتن، تتزحلى وتنبسط وبعدين ترجع على الشمس والمحيطات والبحار جنبك تنبسط. لكن اللي بيميز أستراليا اللي هي طبعا النباتات والحيوانات اللي موجودة فيها، اللي تختلف عن حيوانات العالم كلها. النباتات في حوالي 25,000 نوع نباتات، ولسه العلماء بيكتشفوا نباتات جديدة. لما رحنا على مدغشقر، في رحلة مدغشقر حكونا انه في نباتات كثيرة تشترك فيها مدغشقر مع أستراليا، منها شجرة البابا وشجرة نسيت اسمها بالعربي. المهم هذا الشجر طبعا ليش بيشترك، في ناس كثير بتوقعوا من العلماء انه جزيرة مدغشقر انفصلت عن بين او كانت هي واقعة بين اندونيسيا
أستراليا لما انفصلت القارات عن بعض. طبعا لسه في دراسات على هذا الموضوع، وعشان هيك بتوقع انه هذه في تشابه طبيعي. طبعا هذا المكان الوحيد اللي بيشبه أستراليا في كل العالم، باقي القارات تختلف اختلاف كلي، النباتات تختلف اختلاف كلي، الحيوانات زي ما حكينا في حيوانات الكنغر والكوالا والسيلز في كلها بتختلف هون. في شيء مهم اللي هو الناس اللي بتيجي على الحدود او عن طريق الجو، انه يعرفوا انه هون في strict restrictions على موضوع النباتات والاكل والشغلات اللي بيجيبوها معهم، اللحوم، اي شيء بتجيبه معك من مصدر نباتي او حيواني لازم تصرح عنه، وعندهم ريستريكشن كثير لانه لا سمح الله هذا الشيء حامل لفيروس او بكتيريا او طفيليات ممكن تخرب الطبيعه هون. وصارت هاي الشغلات زمان لما ما كان في ريستريكشن، جابوا حيوانات وجابوا نباتات خربت كثير في الطبيعه. ومن هذه الحيوانات بيحكوا لك الرابتس اللي هو يعني الارانب، لما جابوها البريطانيين هون هربوا أرنبين من الأرانب أو ثلاث أو أربعة يعني، وصاروا يتكاثروا وصارت مشكلة كبيرة لأنهم صاروا يأثروا على الطبيعة المحلية، صاروا يأكلوا الأكل اللي مفروض ما يأكلوا الحيوانات ويتكاثر عليه حيوانات ثانية، فأدت إلى مشاكل. الآن بيحاولوا في الحكومة أنهم يحدوا من تناسل الأرانب، لكن للأسف طبعاً أنتم عارفين الأرانب عندهم قدرة كبيرة على التناسل والإنجاب، فهذا سبب طبعا مؤثر كتير في البيئة. بيحاولوا الآن يتأقلموا مع هذا. القطط نفس الإشي، عندهم مشاكل كبيرة في القطط. ففي حيوانات اللي هي مش مفروض تكون موجودة هون أدت إلى مشاكل في الطبيعة. طبعا النباتات نفس الإشي، بنحكي ما عندي معلومات كبيرة عن النباتات اللي إجت ومش أصل من أصل أستراليا، لكن أكيد في ناس للأسف جابوا هاي الشغلات، فلازم تكونوا حذرين كتير لما تجيبوا هاي الشغلات. أستراليا على الحدود عندهم يعني تفتيش، طبعا أفضل إشي إنك تكون مصرح، إذا قال لك هذا الشغلة مش مسموح فيها بأستراليا راح يكبها وانتهى الموضوع، لكن إذا مش مصرح واكتشفها معك ممكن تتخالف، ممكن يحطوا عليك بلاك، يحطوك بالبلاك ليست، واي مره بتيجي بعدها على استراليا بصير دائما يعني تتغلب. المختصر انك صرح على اي شيء معك عشان تكون بالسيف سايد. نرجع معكم الان للطبيعه الحلوه. يا عيني يا عيني، شوفوا هذا هون شكله في نهر او سربرايز لكم. اوكي اهو شايفينه بيكنيك اريا. شوف الحيوانات الجميلة فيها.
لاحظت أسواق هون keep left keep left دائما، لأنه عكس معظم دول العربية يمكن أسواق هون زي بريطانيا بالضبط. إحنا طالعين يانيو، شكل الاسم صيني. يانيو في ثلاث كناغر احنا شايفينهم، والصدفة شفناهم في احد الغابات شايفينهم. بدي أقرب عليهم بس أنا خايف كتير. شايفينهم؟ أكيد حيفرقوا لأنهم هدول بريات. وهاي واحد غاب بنط كمان. أتوقع إنه طلع علينا عاد. شايفين كيف؟ قلنا هذا تفعلون على أرضي. يا الله، ما أحلى هالمنظر. لن ترى هذا المنظر إلا في أستراليا. في أستراليا اللي هو الببغاء الأسترالي، هذا شايفينه، هذا مشهور جدا، موجود في كل الأماكن، حلو كتير. عجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.